مش مخلياها حاسة بسنها الكبير، وبتنزل بيها حمام السباحة، وعاملين يوميات للجمهور، بتشارك صور أحفادها فرحانة بيهم، مش عاملة فيها حما. علاقتها مع مراتات ولادها سمنة على عسل، بيتفسحوا ويعملوا شوبينج، وما فيش مانع من السفر وتغيير الجو. كلامي هنا عن أمهات لفنانين مشهورين بقوا نجمات على السوشيال ميديا وبيحبوا يظهروا عليها كتير. إيه الطقوس اللي بتمارسها منى فضالي مع مامتها باستمرار؟ وإزاي ليلى العطار نجحت إنها تمسك العصاية من النص وملهاش في شغل الحموات؟ ليه شيري المنزلاوي بتحب السوشيال ميديا كده رغم الغلطات اللي بتعملها؟ حكاية يوميات هدي كارا مع مامتها وفيديو حمام السباحة الشهير، حكايات وأسرار كتير بيعملوها أمهات الفنانين على السوشيال ميديا. خليكم معايا للآخر علشان تعرفوا كل اللي بيحصل. بالنسبة ليهم العصر ده مش بتاعهم، أو السوشيال ميديا ما كانتش موجودة على أيامهم، بس ما فيش مانع يعرفوا إيه ده ويواكبوا التكنولوجيا. ده اللي حصل مع أمهات الفنانين اللي في منهم عملوا حسابات على إنستجرام وبيظهروا في صور مع ولادهم وأسرهم وبيشاركوا الجمهور محتوى مناسب برضو. وفي للفنانات نفسهم بينشروا فيديوهات وصور لأمهاتهم والجمهور اتعرف عليهم. هيدي كرم ومامتها جابي أنطون عاملين يوميات حلوة مع بعض على إنستجرام. هيدي نشرت فيديو قبل كده وهي بتتخانق مع مامتها على ترتيب الشوزات في الدولاب والكركبة اللي بتعملها في اوضتها. مرة تانية هيدي خدت مامتها ودخلت بيها حمام السباحة وعملوا وصلة عم مع بعض. هيدي كانت بتدلع مامتها وبتعلمها السباحة. الموضوع وصل انهم بيعملوا محتوى عن التعامل بين الام وبنتها، والموضوع وصل ان هيدي كانت سبب في دخول مامتها مجال التمثيل اصلا، وشاركت في حكاية ايامنا الحلوة من مسلسل ورا كل باب، وكانت بطلة الحكاية هيدي كرم. طبعا موقف التمثيل ده ما عداش كده، وهدي نشرت فيديو لمامتها وهي بتتدرب على المشهد بتاعها. قالت وهي بتهزر معاه: ماما بتمثل. ماما في اول تجربه ليها في التمثيل، قاعده بتحفظ ولايصه ومتوتره. جالك يوم علشان تعرفي بنتعب قد ايه. ويوميات هدي ومامتها مش بتخلص، يعني حكايه المشترك البايظ والفيديو بتاعهم كان كل كوميديا على انستغرام، وحكايه حلقه العيله الفرفوشه وغيرها كتير من المقاطع، لدرجه ان الجمهور قال عليها دي مش مامتك دي أختك. بس دلوقتي الموضوع بقى أخف شوية، ويمكن علشان جابي كبرت شوية ومعظم ظهورهم بيكون في فسحة مع بعض أو خروجة حلوة، والكل شايف طريقة هدي ومعاملتها الحلوة لمامتها. السيدة ليلى العطار أمامة الفنانين أحمد فهمي وكريم فهمي، واللي تبقى حمات الفنانة هنا الزاهد وسلفتها دانيال بناوي، عاملة حساب على إنستجرام بيتابعها عليه 30,000 متابع، مهتمة إنها تكون موجودة باستمرار على السوشيال ميديا، بتنشر صور مع أحفادها وبنتها وكمان ولادها كريم وأحمد، بتوجه ليهم رسائل دعم باستمرار. الأحفاد واخدين النصيب الأكبر، وواضح من صورها مع هانا ودانيا إنها مش عاملة عليهم حما خالص، وعلاقتها بيهم كويسة جدا. ليلى العطار هي الجدة اللي بتلم الأحفاد حواليها لما الأب والأم يكونوا في مصيف ونازلين البحر، هي اللي بتجمعهم علشان تتصور معاهم ويكون ليهم ذكريات مع بعض. روحها حلوة، مهتمية بنفسها والأسرة كلها بتحبها. مش بس كده، دي ليلى العطار بتنشر صور كريم وأحمد وهم عيال صغيرين، وتفتكر ذكرياتها معاهم ومع باباهم، بتدعمهم وهم في شغلهم، وتشير فيديوهات المسلسلات والافلام بتاعتهم علشان تقول لهم انها وراهم في كل نجاح، بتهنيهم. وكمان مرات ابن كل واحد فيهم باعياد ميلادهم، لكن الاهتمام الاكبر والصور الاكثر رايحه للاحفاد. منى فضالي وشيري عادل عاملين حاله مع مامتهم على السوشيال ميديا، الثنائي ليهم ذكريات معاهم. مامت منى واقفه جنبها من صغرها من ساعه باباها ما سابها، وقعدت لحد ما وصلت 17 سنه ما شافتهوش، وبتحاول تعوض منى على اللي عملته معاها من صغرها، بتفسحها وتاخدها معاها دول كتير من اللي بتسافر ليها. برضه شيري عادل بتقدر مامتها جدا وشايله جميل وقفتها معاها من بعد رحيل باباها، بتحاول تعوضها بكلام حلو عن عيد ميلادها مع صور ليهم سوا، خروجه حلوه مثلا علشان تغير جو والحكايه والحياه تبقى احلى، رغم ان باين عليها الخجل في كل ظهور. ام البنات دي بقى في حته تانيه خالص، شيرين المنزلاوي مامتها نزاهد وفرح اختها، واليوم اخت تالتة برضو ليها نصيب من صورها معاها. السيدة شيرين بتنشر صور مع بناتها ومتفاعلة على السوشيال ميديا، لدرجة انها ممكن تنزل صورتها مع هنا مرتين علشان الاولى كانت غلط وواكلة راسها وهي بتنشرها، بس ده برضو ما يمنعش ان كلامها الحلو ليهم بيغطي على اي حاجة. كمان بناتها بياخدوا الموضوع بهزار، كمان خلي البنات ليهم وجود في حياتهم وليهم معاه فسحة كده كل فترة يعزمهم على الغداء ويغيروا جو، والبنات بيكونوا مبسوطين بالفسحة مع الخال والام.